أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. ليك صبارة بيك وسيبتي ولك يا عيني عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. زهر نيح تأكد طلع حلم. الحمد لله شكرا لك يا رب. أصلا ما في صبارة تقدر تحكي لحالة. ما بصير شلونتي تبسة جني ولا عفريت. رجع كمل نومتي أحسن شيء. شوهد يا عطيف ايش في؟ يا ستار ايش في يا ام عبادة؟ حلو عبادة ابو عبادة هنيك كان في واحد عم بيحكي معي صوته غريب هنيك. عمي ابوك جابه لهون. ام عبادة ايش عم تحكي انتي؟ اتركي ابوي يبرخ براحته ونتمحل وحكيت احكي انت شغل ابوي احكي لك كلمة انتي. ايش بدك يعني شرشبيل خانم؟ ايش عم تمحي؟ ايش بدك ام امشي يعني؟ ام اترك لك وامشي؟ انا غلطان اصلا انا غلطان جاي اطمن عليكم عن جد انتو عيل زباله شرشبيل. لا طبعا حجي لا ما هيك قصدي. اي ما بدك تجي بيت بيتك ولو بس انا قصدي كان في جوا لك جوا في لك ايش في جوا بقى احكي عبتينا احكي ايش في هذا ما في شيء يا ابو بدر. بس خلصت مع ابوك تعا غرفة هنيك بدي اياك ضروري بسرعه لا تاخر منورني عمو البيت بيتك ايش بدك عمير لا تاخر بسرعه عم استناك. ما قلت لك هي رح تجن؟ يخرب بيتكم من حالكم ولك جننتوها طاول. المرة ما بقى بخ بعقلها بس تستاهل هالشرشبيل تستاهل يخرب بيتها من حالها. عفارم عليك ولك ابو عبادة ولسه حجي لسه ما عملنا شي طاول عم نحمي نحن بس هيك هي مجرد تحمال بس اول رأس غندرة. ما انا اصلا كنت بستنيك من زمان لحتى افهمك ايش كنا بدنا نعمل فيها. أول ما نعمل هيك شوف هلأ أم عبادة دخلت على غرفة النوم بدها تنام على السناني. أنا هلأ بقوم بدخل بنام جنبها بتشطح بساوي حالي نايم. أول ما بشوفها نامت خلاص شطحت نامت وغرقت بالنومة بنسحب من جنبها عمهلي شوي وبجي لعندك. بجي لعندك لوين؟ على غرفة عبادة وخدوج. بتكونوا أنتوا هنيك كلياتكم عم تستنوني بفهمكم إيش رح نعمل بالضبط. اتفقنا؟ قوم يلا لحظة قبل ما أقوم أنتوا يا حلوين لهلأ اللي ما عمل لايك يعمل لايك واللي ما عمل اشتراك يعمل اشتراك كمان. بهمتكم بدنا نوصل على 300 ألف بأسرع وقت يا أحلى متابعين وأحلى أخوة العبادة. بهمتكم بدنا نوصل على 300 ألف بأسرع وقت وبصندوق الوصف في رابط الانستا ادخلوا كلياتكم عليه وتابعونا كمان. وإذا حبيتوا سلسلة الصبارة اكتبوا لي تحت بالتعليقات حتى نكتر لكم منها. تفضل حجي تفضل. كرشي لراسي كرشي لشعري لا ترفعني لا 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 لك ايش قصة هالكوابيس ما كانت فارني طاوين يخرب بيت هالكوابيس. ابو عبادة يو ابو عبادة وينو وين راح ابو عبادة وين اختفى ابو عبادة تك بس اعرف وين بروح. لحظة ايش هالصوت هاد شو الصوت هاد؟ قولك يخرب بيتكم من حالكم شرشبيل خانم على سن ورمح يلي ما حدا بحسن له عنده وقوية بتجي شافت صبارة هاي الملعونة وبتضحك عليها وبتعمل فيها كل هالمصايب هاي. يخرب بيتك شقطعتي سافلة. هلا ممكن نوقف المزح شوي جدي ونفكر بجديه شوي يعني صار لازم نفكر شوي بجديه. لازم هلا نعرف ايش بدنا نعمل بابا ايش لازم نخطط هلا ايش لازم نعمل حتى ننفذ عمليه. هلا لازم نخطط بكل شغله رح نعملها. ايوه هيك بقى ياي عن جد انتو تخيلوا معي بس امي تدرى انه نحن عم نعمل فيها المقلب. لا وبشو بالصباره هالشقفه الصباره هاي عم خيال تضحك عليها كمان. اي والله اذا بتدرى لطربشنا كلياتنا بقلب بعض. اهدوا كلياتكم وركزوا معي بقى هالمره
حطيت لكم خطة إبليس في ذات نفسه ما بصير يعرف. يعني شايفين إنكم مستحيل تشك فينا طاول، مستحيل يخطر في باله طاول إنه إحنا عم نعمل فيها هيك. هالمرة حطيت لكم خطة محبوكة ومدروسة 100%، وبعدين هالمرة جدكم معنا كمان، يعني راح يساعدنا كتير. ركزوا معي بقى. يخرب بيتك على هالضحكة، ولك وطي صوتك، وطي صوتك. إحنا هلا باجتماع مهم، خلينا نخلص من خطة وأنا بزبطك على كيف كيفك. أنت يلا بركع الزي، أنا بزبطك وضعك. يلا بلش أبو عبادة. وهي هي الخطة كلياتها، شايفين شقد خطة سهلة؟ سهلة ومدروسة ومحبوكة، صار لي 3 أيام عم بفكر فيها، يعني أسهل من هيك ما بقي، ما حدا فينا رح يتعذب. أول شيء قايمين هلا أنا وعبادة نبلش، بس خلصنا شغلنا، أنتي وجدك تطلعوا لبرا وبتستلموا عنا بقى، شايفين؟ يلا عبادة، قوم نبلش. ياي! كل هيك عم تعملوا فيني أنا؟ قولك عم تتفقوا علي أنا؟ عم تآمروا علي؟ بسيطة يا عبادة، وجايب أبوك كمان معك مشان يساعدك؟ طولوا بالكم، بسيطة، أنا بدبركم، طولوا بالكم، بسيطة. ممتاز نايمة، ممتاز. عبادة تعا 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 يلا تعا. مين عم يصرخ لي؟ قولي ردت علي. اشباح اشباح جن جن عفريت عفريت حجي حجي ولك حجي. يا لطيف يا لطيف ايش في؟ صار في معنا حدا بالغرفه هون عم بحكي جن جن، في عفريت عم يصيحوا شرشبيل. اسمع اسمع معي اسمع. قولي ام عباده مين بده ينده عليكي؟ يعني انا ليش ما عم بسمع؟ بعدين مين في بالغرفه غيرنا وانتي؟ لا اله الا الله. اسمعي هدول كوابيسك واحلامك سكري علي هون، بدي انام لانه عندي شغل انا. شي والله قصة حلوة هي. ايش قصدك يعني انا مجنونة؟ اي نام نام اي رجع نام. اصلا انت هذا اللي فارح فيه. انا اي ما اغسل وشي بلكي بقول لك احسن. ولاي عفريت جن. ولك ليش انت شفتي شي لسه؟ ولك لسه ما شفتي شي طول انت. عبادة عبادة طع طع بسرعة، روح سلمها الخدوش وتدخل عليها بسرعة. يلا راحت راحت ممتاز. قولك انا اليوم انا وانتي بدنا نجننها يا ام عبادة. طولي بالك يخرب بيتك اب حبيك. قولك انا ما عم بتهيأ لي، انا سمعت صوت، انا سمعت صوت، اكيد في صوت. انا مالي مجنونة ولك سمعت بتعادي حد عم يصحي شرشبيل. يو يلطي قولي 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 جايبك لهون. يخرب بيتك لكم يا عبارة عم تلحقوني. ايش بدكم مني؟ انا ما عملت شي. منو انت؟ لا شعري شعري لا شعري لا يخرب بيتك شعري شعري. أبو عبادة ارحمني أبو عبادة أبو عبادة ارحمني أبو عبادة أبو عبادة أبو عبادة. ولا اشفي ولا اشفي أبو عبادة فلشتيني. ايش في صاير؟ في 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 جن 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 عفاريت اشباح اشباح في اشباح بالحمام. انا ما قلت لك كا عم بيحكوا معي. قوم شوف روح شوف روح شو عفاريت. أبو عبادة أبو عبادة بدك تجنينا انت شوي ثاني بخليك عم اشبه مجانين انا. ها روحي روحي غسلي وجهك وتعالي تفطحي نامي. شكلك انت تعبانه ومرهقه كثير. تعي تفطحي تنامي وفي بكره الصبح ما فيك شيء طول. تعي تفطحي تعي. قال عفاريت وجن قال. والله بتستاهلي يا شرشبيل. خدوج تعي 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 لهون بسرعه تعي. ايه والله بتستاهلي يا جدو. وانت ونغفول لنا شبعه منوره. تعي نمشي يلا تعي تعي. صباح الخير اخ. العيلة كلها تفايقة وصحيانة ومجتمعين كلها تكون. ايش هالصباحية هاي؟ اذا كلها تكون هون ابوك وين ولك ابو عبادة؟ شو؟ بلاقي شمستك عيلة اليوم يا ام عبادة. ابوي يكون هنيك بالغرفة متسطح وانت يكون يعني ايما خدوج قامت وفائت وعملت مفطور وفطرنا كلياتنا وخلصنا وانت لسا نايمة. ها سمعتي امي؟ شان ما تقولي لي انت ما بستفيد منك بشي؟ سمعتي بإذنك وشفتي بعيني؟ اي لا 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 ما بك شي احسن من اول بس مو بحسن كتير يعني بدك تحسني اكثر من هيك لسه. لك ايه صحيح صارت الساعه كلها قديش انا ما احتاج شغلك حجي؟ لا قوم اليوم اخذ اجازه وما لنا خبر.
ولك ايه اخذت اجازة بما انه ابوي عنا صار لي زمان ما شفته، قلت خليني اخذ اجازة تنبارك بالبيت. ايوه صرت لي حنون هلا. هذيك المرة قلت لك حتى اخذ اجازة كرمالي ما اخذت بسيطة. هلا بما انه العيلة كلها مجتمعة هون انا قايمة اعمل لكم طبخة تاكلوا اصابعكم وراها. رايحة اعمل لكم كباب ومحاشي. ايها ايها زبطين اكلة تكون على كيف كيفك معبدة عشان بس في ابوي رأيه. عبادة 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 جدك صار بمكانه جاهز. يلا بلش انت من هون بسرعة بلش. امو تكرم عيونك. ايش شو هاد؟ ايش هالصوت هاد؟ نعم اين صوت؟ انا ما يسمعني شي طاول. ما في صوت طاول امي. اقولك الصوت اللي قلت لك امبارح عم بسمعه. هلا 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 عم بسمعه. اسمع لا ام عبادة رجعنا نفس القصة. وين الصوت عم تقولي عليه هون؟ ليش انا ما يسمعان شي؟ لا مو بس انا كمان الاولاد كلياتهم ما يسمعانين شي. كل شي صوت طلع من التلفزيون. من التلفزيون؟ ايه ليش لا؟ لانه الظاهر صاحب تهيألي كثير شغلات انا ما عم بعرف ايش هي. لك ايه صح صح قالت شرشبيل. التلفزيون ما بيعرف اسمي شرشبيل. كلياتكم ركزوا معي ركزوا كلياتكم معي واسمعوا اسمعوا اسمعوا. وين اشوف؟ سامعيني ها؟ ما انا بدي اياه بس بدي اياه بس بده يتلبسني عفريت بده يتلبسني جد جد. والله انا ما عملت شيء ما عملت شيء. اريد دخيلكم دخيلكم. قولي صار يلحقوني. دخيلك بابا دخيلك دخيلك. يخرب بيتك الارض هزت من وعدتك. والله شكل ام عباده راح تجن من ورانا. هلا هن كلياتهم برا عم يضحكوا ما لهم خبر انه انا اللي خبر بكل شيء عم بيعملوا. لا مو بس هيك وخطتهم اللي تعبوا فيها كشفت قبل ما بلشوا فيها حتى ورحت اخذتهم على قد عقلهم وكملت معهم القصه للاخير على اساس ما لي خبر بشي طويل. بس هن ما لهم خبر المسكين انه انا اللي خبر بكل شيء. بس هلا صار دوري لحتى افرض سيطرتي بقى واللي ما بيعرفني خلي يتعرف علي بقى. ولك بابا مالك ملاحظ انه امي طولت شوي جوا؟ قوم طلع عليها يقوم صار لها شيء. عبادة عبادة حيث عجبوا عجبوا. شو؟ يخرب بيتك ايش عم تقولي انتي؟ يا لطيف ايش شو هاد؟ وحياتكم هلا بلشت حرب الساعه.